مراسم تسليم دليل الهواء ذا لوكسور براند. والآن سيتم تسليم شهادات التقدير للأعضاء الذين قاموا بعمل هذا الدليل. سعيد جدا بيه. احنا العام الثاني على التوالي والاقصر هي اللي بتحتضن الاحتفال باحتفال التراث يوم التراث العالمي. وان كان صاحب فضل في هذا الموضوع فهو الاستاذ الدكتور خالد العلاني ورجال الاثار في مصر ورجال الاثار في الاقصر اللي قدروا يحققوا انجازات مع البعثه المصريه بايادي مصريه بالكامل بخبرات مصريه ان احنا نبتدي نرجع الواجهه لمعبد الاقصر للي كان موجود عليه فعلا عند انشاء الاقصر. بس اعضاء مجلس الشباب والقيادات الامنيه والاجهزه الرقابيه، الساده رؤساء البعثات الاجنبيه، الساده عضو مجلس الخارج، زميلاتي وزملائي وزاره الاثار، بالفعل يوم 18 ابريل الماضي ازحنا الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني، ووعدنا ان احنا في خلال عام هنزيح التمثال الثاني. وبالفعل صدق واوفوا بعضهم الرجال المخلصين. دكتور مصطفى كان بيتكلم على ان احنا اتعمل بايادي مصريه خالصه. We are very proud, ladies and gentlemen, that we are as Egyptians. We did move, we did change, we did modify the pylon or the image of the pylon of the Ramses the second temple and Luxor temple of course, and here it is the final image of the statue. النهارده عايز اشرح ببساطه فكره الروب اللي حضراتكم شايفين النهارده. احنا المشروع مش تصميم لوجو، المشروع كان تصميم لوجو جزئيه صغيره، لكن المشروع هو هويه بصريه جديده لمدينه الاقصر. لنا المعبد الواجهه فيها مسله واحده وتمثال واحد واقف واثنين قاعدين. السنه اللي فاتت الحمد لله كان الاقصر شاركه في اليوم التراث العالمي وعملت غيرت الواجهه بالنسبه للبرج الغربي. قررنا من السنه اللي فاتت احنا ان شاء الله برضه هنعمل هذا التمثال وبرضه توقفا مع احتفال مصر بيوم التراث العالمي.